ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباك وعدنان بلا ريب عند ذب العروب النسبية إلى ذب إسماعيل نسبه ومنتبا وعظم به من عبد تألفت كواكب الذرية وكيف لا وسيد السلطان صلى الله عليه وسلم وسلطته المنتقى نسب تعصيب الرؤى بعلا أورد السيف العراقي والده في مرض الذي وراه أبيض الإله كرامة لمحمد أباه العنجاد سر لإسمه تركوا السيف فلم يصبهم معروف من آداب وإلى سراد سراد النبوة في أزهار الهرير البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عذر الله غفر كريم بعرب شديد من صلاة وتسليم ولما أراد الله تعالى إبراز عباد محمدية وإذا باسم مروحا بسورته ومعناه نقله إلى مغرب صدفة آمنة السورية صلوا عليه بل تكون هما لمصطفى ونودي في سماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية وصبى كل صب الهبوب بنسيم الشفاء وكست الأرض بعد طول جذبها من نبات هلل سندسية ويا السماء والأدنى الشجر الجاني جنى ونفقت بأمره كل دابة قريش بصاح الأنصر العربية فرض الأسرة والأصنام على الوجوه والأسباب وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتواب والمهاب